مقالة بعنوان كلية الدراسات الإسلامية في قطر للمهندس عمر سليم المصمم شركة مانجيرا يفارس أركجيس ام واي اي المنفذ شركة ار اتش دبليو ال المقاول شركة اتحاد المقاولين العالمية سي سي اي سي الخدمة المقدمة إدارة المشروع إدارة الإنشاءات مدة الإنشاء من عام 2011 إلى العام 2015, 2015 المساحة الكلية ثمانية وعشرين ألف متر مربع، ساعة المسجد ألف وخمسين شخص، المكتبة مية ألف قطعة نصية، العمارة في قطر تنطلق العمارة في قطر من قاعدة عربية وإسلامية، ويتم الحفاظ على الطراز العربي والإسلامي حتى في المباني الحديثة، فمثلا متحف قطر الإسلامي مستوحى من نافورة وضوء بمسجد أحمد ابن طولون بمصر. ولا يتم التصريح بإنشاء مباني ذات طراز مختلف إلا نادرا، وهناك عشرات المباني المميزة التي أمر عليها يوميا، لكني سأتحدث اليوم عن كلية الدراسات الإسلامية في قطر، وتشتمل الكلية على العديد من الأقسام بالإضافة إلى ست مراكز بحثية تابعة لها، تم تأسيسها لتحقيق التعددية الفكرية التي تؤكد على ثراء وتنوع التراث الإسلامي، وأن العلم لا ينفصل عن الدين، والدين لا ينفصل عن العلم. وتقع كلية الدراسات الإسلامية عند مدخل المدينة التعليمية للدوحة واستغرق العمل في المبنى 24 مليون ساعة عمل بينما يتسع مسجد الكلية الذي سيتم فيه الافتتاح لـ 1500 مصلي بالداخل و 1800 مصلي بالباحة الخارجية للمسجد عندما ترى المبنى من بعيد تلاحظ تصميم عصري حديث وعند الاقتراب تجد كثير من العناصر من العمارة الإسلامية مبنى الأكاديمية يضم طابقين طابق تحت الأرض وخمس ط... طابقين فوق تحت الأرض وخمس طوابق إضافية بلغ إجمالي المساحة المبنية سبعة ألف وواحد متر مربع يشمل الفصول الدراسية قاعات ومكاتب أعضاء هيئة التدريس ويشمل المشروع أيضا مسجد وموقف للسيارات، ويهدف هذا المشروع ليكون مركز للتفكير والتعلم ورائد في مجال البحث والمناقشة والثقافة الإسلامية، التصميم يحتوي على مساحات خضراء والماء لتحفيز الحواس على الانفتاح على العلم، المحراب في المحراب نجد آية قرآنية، "فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة". وش... صدق الله العظيم وشر... وشريط من الكتابات الإسلامية ينبعث من المحراب إلى المناطق إلى مناطق أعضاء هيئة التدريس مما يربط العلم والإيمان وهنا نجد أكثر فن فنيين اشتهر بهم المسل... أكثر فنين اشتهر اشتهر بهم المسلمين وهم العمارة والخطوط الحدائق حديقة الأكسجين وحديقة القرآن النباتية المجاورتين إنجازا مهما نستكشف فيه بيئة معرفية مختلفة إذ تقدم حديقه الاكسجين دعوه مفتوحه للمجتمع للاستمتاع بالمناطق الخارجيه المنسقه بينما تضم حديقه القران النباتيه بين جنباتها نباتا ذكرت في القران الكريم نباتات ذكرت في القران الكريم والسنه النبويه ويقدم الكيانان طريقه تعليميه مبتكره لدفع مسيره التغيير الايجابي والاسهام في تنميه المجتمع وتطويره المئذنتين ترتفع مئذنتين في إتجاه القبلة بإرتفاع ثمانين وتسعة وستين متر، يمكن رؤيتها من مختلف أنحاء المدينة الجامعية، المئذنتين مختلفتين عن أي مئذنة صممت من قبل، وهناك شريطين يبدأان من مدخل المبنى ويلتفان في إنسجام داخله حتى يصلان إلى المئذنة ويتجهان نحو السماء. هناك نمحة شعرية تقف وراء فكرة المبنى، توضح تجربة الحياة البشرية، حيث تسهم المعرفة والعظمة الروحانية في الارتقاء بالإنسانية، بالسقف نجد فتحات جميلة تنيل المكان إنارة طبيعية بدون استخدام إضاءات كهربائية. المبنى إنشائيا المسجد تحدي إنشائي خطير حيث يخلو تماما من الأعمدة رغم اتساعه الكبير فقام المصممون بتصميم هيكل ذكي توزع وزن السقف على الإطار الخارجي للمبنى ما يقارب من سبعة آلاف قطعة من الفولاذ صممت خصيصا لتحمل وزن المبنى كل قطعة تركب يدويا بدقة أي خطأ قد يتسبب في إنهيار المبنى ولأن تصميم الكلية جديد ولم يتم بناؤه بناء على تصميم مسبق فكان لزاما الاستعانة بالبم نمذجة معلومات البناء وتم الاستعانة ببرنامج تكلا لعمل التصميم الإنشائي للمبنى